لقاء تواصلي من أجل البوح والحكي والفضفضة لمشاكلنا اليومية في العلاقات الأسرية والغوص في عمق الحياة النفسية والاجتماعية. كلام طيب، فضاء حر لكم مستمعينا الكرام مع الدكتور طيب كريبان. وبعد أحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حديثنا الليلة عن جيل الصحابة رضي الله عنهم وعن فضائلهم. لماذا هذا الموضوع؟ لأننا صرنا نسمع بين الفين والأخرى من يصعد في وسائط التواصل الاجتماعي ويطلق الكثير من الاتهامات على هذا الجيل الفريد، هذا الجيل القرآني. من قبل كان هناك من في قلوبهم مرض يوجهون سهام النقد للقرآن الكريم، ولكن لم يفلحوا، ثم توجهوا لتوجيه النقد إلى السنة النبوية المطهرة، وأيضا ما كادوا أن يفلحوا، ثم بعد ذلك صاروا يجددون دعوة قديمة وهي الطعن في الصحابة رضي الله عنهم، وهم نقلة الشريعة وهم الرواة. جيل الصحابة هو جيل قرآني فريد امتدحه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقال في وصفهم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يكثر الخبث. فهذه شهادة من النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بأن القرون هي متفاضلة. القرن هو يحكم حوالي 100 سنة، فأفضل، ومنهم من قال هو جيل يعني 40 سنة، فأفضل الأجيال هو جيل النبي الكريم وجيل الصحابة وجيل التابعين وجيل تابعي التابعين، هم ما يسمون الآن بجيل السلف الصالح رضي الله عنهم أجمعين. إذا تأملنا في حقيقة الوجود نرى بأن الله سبحانه وتعالى نظر في الخلق فوجد بأن أصفى وأنقى القلوب قلوب الأنبياء والمرسلين فاصطفاهم إليه، ثم نظر الله تعالى في قلوب الأنبياء والمرسلين فوجد بأن أصفى وأنقى القلوب قلوب أولي العزم من الرسل وهم 5 فاصطفاهم إليه، هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. ثم نظر الله تعالى في قلوب أولي العزم من الرسل فوجد بأن أنقى وأصفى القلوب قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فسيدنا محمد هو أنقى قلوب العباد على الإطلاق. ثم ربنا عز وجل لما اصطفى سيدنا محمد نظر في قلوب من في زمانه فوجد بأن أصفى القلوب هم قلوب أصحابه من الأنصار والمهاجرين، فجعلهم وزراء نبيه. فالصحابة هم وزراء للنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، هم الواسطة بيننا وبين نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، الواسطة بين الأمة الإسلامية وبين صاحب الرسالة هم الصحابة، هم الذين نقلوا عنه الشريعة وهم الذين بلغوها إلينا، بلغونا القرآن الكريم والذي هو الآن بين أيدينا ليس فيه أي تحريف ولا تبديل، وبلغونا أيضا السنة النبوية الشريفة وهي تكون مجموعة وقد تم تصفيتها، وبلغوا لنا فضائل الأعمال. بل يكفي أن جيل الصحابة على أيديهم كانت الفتوحات الإسلامية الكبرى، لما أراد ربك عز وجل أن يفتح البلاد وينشر دينه كان ذلك على أيدي صحابته من الأنصار والمهاجرين، وهي كانت فتوحات واسعة وعظيمة. هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وصفهم الله تعالى في كتابه العزيز بصفات كثيرة. هناك أولا وصفهم
بقوة الإيمان وصدق اليقين. فهؤلاء الصحابة في مواطن كثيرة من القرآن الكريم يذكرهم، مثلا في غزوة بدر الكبرى ذكرهم في سورة الأنفال حوالي 20 مرة، وكل مرة كان يمتدحهم. بماذا يمتدحهم ربنا عز وجل؟ يمتدحهم الله تعالى بأن وضعهم في الاختبارات الكثيرة، لأن الإنسان بماذا يعرف أنه إنسان؟ هو أنه لابد أن يوضع في الاختبار ليعرف صدق إيمانه وإخلاصه ويقينه. فالصحابة رضي الله عنهم وضعهم الله تعالى في اختبارات كثيرة، وزلزلوا هنالك زلزالا شديدا، وكل مرة كانوا ينجحون في الاختبار. يكفي في سورة الأنفال حوالي 20 وصفا، كلهم قد نجحوا بامتياز. لهذا وصفهم الله بقوله وما بدلوا تبديلا، وما بدلوا تبديلا، صدق ويقين وتبات على الإيمان. هؤلاء الصحابة كانوا يتمثلون مقام العبودية والصلاح. ربنا عز وجل وصفهم بالإكثار من السجود ومن الركوع، وكل هذا ليس رياء ولا سمعة، وإنما ابتغاء مرضاة الله، كما قال الله تعالى محمد رسول الله والذين معه، كل من معه والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. فربنا سبحانه وتعالى امتدحهم بصدق أنهم كل وقتهم أو جل وقتهم يقضونه في الركوع وفي السجود، وأن الله تعالى أعطاهم سيما في وجوههم أثر السجود، دليل على العبودية وصدق الإيمان، لأنهم أخلصوا النية. وكانوا رضي الله عنهم يتحرون الإخلاص ويخافون من النفاق، وكانوا دوما يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسألونه يا رسول الله ماذا قال ربنا عنا، فكان يطمئن قلوبهم، إلى أن نزلت الآية التي فيها الرضا عليهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه، خصوصا لما تمت المبايعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، فأنزل الله عليهم السكينة والطمأنينة، ثم وعدهم بالفتح القريب ووعدهم بالنصر المبين، كما قال الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. هذه الآية فرح بها الصحابة، وفرحوا أكثر بأن الله تعالى من فوق 7 سماوات شهد لهم بالرضا، لقد رضي الله عن المؤمنين. هذه أعظم كرامة أن يرضى عنك رب العباد. لماذا؟ لأنهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بصدق تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، لأن بعضهم كان يخاف يقول لعلني كنت من المنافقين، لعلني لم أكن مخلصا، لعل الدنيا لا تزال في قلبي، فزكاهم الله سبحانه وتعالى وربط على قلوبهم لما قال فعلم ما في قلوبهم، علم صدقهم ويقينهم، فأنزل السكينة عليهم أعطاهم الطمأنينة. جيل الصحابة فيهم السكينة وفيهم الطمأنينة وفيهم الرضا رضي الله عنهم ورضوا عنه. ثم وعدهم الله تعالى بالمغانم الكثيرة وبالفتح القريب وبالنصر المبين، وأثنى الله تعالى خصوصا على العلاقة التي كانت بين الأنصار والمهاجرين، لأنهم كانوا يتسابقون في الخيرات. كانت هناك، لماذا ربنا فرق بين الأنصار والمهاجرين؟ المهاجرون هم الذين كانوا يقطنون مكة فهاجروا من مكة إلى المدينة، والأنصار هم الذين كانوا في المدينة ونصروا إخوانهم واستقبلوهم وآووهم. لماذا ربنا جعل هذه التفرقة بين الأنصار والمهاجرين؟ لتقع المنافسة بين الطرفين.
فربنا عز وجل أثنى عليهم جميعا وقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. كانوا يتسابقون في الخير ويتنافسون في العمل الصالح، فرضي الله عنهم في العبادة ورضوا عنه في الجزاء. لما قال رضي الله عنهم ورضوا عنه فسر العلماء بماذا هذه الرضا، قالهم رض الله تعالى رضي عنهم بالعبادة لأنهم كانوا صادقين مخلصين يقومون الليل ويختمون القرآن وكانوا يعطون الزكوات وكانوا يجاهدون في الله ولا يخشون إلا الله وكانوا أكثر الناس إيمانا ويقين، فربنا رضي عنهم في العبادة وهم رضوا عنه في الجزاء، أعطاهم جزاء عظيم في الدنيا بأن خلد ذكرهم. ها نحن الآن بعد مرور 15 قرنا من الزمن، ها نحن الآن نذكرهم بالخير، خلد الله ذكرهم، وفي زمانهم بشرهم بالفتح القريب ووعدهم بالمغانم الكثيرة، ولكن النعمة الكبرى في الدار الآخرة حينما يجعلهم ربنا عز وجل بجوار نبيهم ومصطفاهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فهم خصوصا المهاجرين تركوا أموالهم وتركوا ديارهم وفروا بدينهم فأقاموا الهجرة، ربنا زكاهم. لكن إخوانهم من الأنصار أقاموا النصرة، هؤلاء أقاموا الهجرة وهؤلاء أقاموا النصرة، فربنا عز وجل بارك فيهم أجمعين. فقال إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. الله تعالى أثنى على الجميع. من صفات القرآن الكريم أنه يجمع الشمل ويؤلف بين القلوب ويثني على الجميع ولا يستثني أحدا، هذا أسلوب قرآني رفيع، لعلنا لو تأدبنا به سوف نتجاوز الكثير من المغالطات في حياتنا. بل إن الصحابة رضي الله عنهم مما امتازوا به أخلاق كثيرة ومتعددة، ومن أبرز أخلاقهم الإيثار، كان عندهم الإيثار وكانوا يقدمون حاجة غيرهم عن حاجتهم. الإنسان يكون محتاج ولكن يقول لعل الآخر أو غيري هو أحوج مني إليها فيعطيها لهذا والآخر يعطيها للآخر، يتهادون. وقد أثنى عليهم المولى سبحانه وتعالى لما اطلع من فوق سبع سماوات وقال ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، رغم أنهم فقراء ومساكين ولكن كانوا يعطون وكانوا لا ينتظرون الفضل، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، لا يرغبون في سماع كلمة الشكر ولا في الثناء وإنما يفعلون هذا لله تعالى. ربنا قد وعدهم بالخيرات في الدنيا وفي الآخرة، وعدهم بالنصر ووعدهم بالخلافة الإسلامية العظيمة وقد كانت، ووعدهم بإقامة الدعوة، أن هذه الدعوة الإسلامية انطلقت من غار حراء وابتدأت في مكة المكرمة وضيق عليها وانهاجرت إلى المدينة المنورة وانتعشت وجاء الفتح الرباني، ومن ثم بدأت الفتوحات تنتشر حتى قال صلى الله عليه وسلم لا يترك الله تعالى بيت وبر ولا بيت مضر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل دليل. وكان هذا بسواعد الصحابة وبدعوتهم، كانوا يدعون إلى الله بالكلمة الطيبة، فإذا وجدوا حصارا أو وجدوا صراعا أو معاندة من طرف الآخرين يهبون للجهاد في سبيل الله. لهذا ربنا وعده فقال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هكذا كان هذا الجيل الفريد، جيل الصحابة رضي الله عنهم. بعد أن التحق النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، من بلغنا القرآن الكريم؟ من نقل إلينا السنة النبوية المطهرة؟ من أعطانا الفهم الصحيح للشريعة الإسلامية الغراء؟ من؟ إنهم جيل الصحابة رضي الله عنهم. مما امتازوا به أنهم كان عندهم فهم صحيح للإسلام. لهذا لما نريد أن نفهم الشريعة الإسلامية ونفهم القرآن والسنة
دوما نرجع إلى جيل الصحابة وننظر إلى المنهج الذي كانوا يتعاملون به والذي رباهم عليه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد امتازوا بأنهم كانوا أكثر الناس فهما للرسالة الإسلامية ولأهدافها ولمقاصدها، وكانوا يتدبرون القرآن كما قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. كانوا يتدبرون القرآن ويسألون عن كل آية: يا رسول الله ما المقصود بهذه الآية؟ يا حبيب الله ما معنى هذا الحديث؟ يا نبي الله ما فتوى من وقع له كذا وكذا؟ فنقلوا لنا الكتاب والسنة والفتاوى في الشريعة الحلال والحرام. وبعد أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم أخذوا على عاتقهم واجب الدعوة والتبليغ وحرصوا على تعليم سنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأن السنة كانت دوما معرضة للهجوم أكثر من القرآن الكريم. القرآن الكريم هو سد منيع، كل من حاول أن يقترب منه يندهش، لأن ربنا تكفل به: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لا يستطيع أحد أن يقتحم أسواره، لا من الإنس ولا من الجن. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. أما السنة النبوية هي في درجة أقل في الإحكام من القرآن الكريم، لأن القرآن كلام الله، والسنة هي أيضا كلام الله، ولكن اللغة التي صيغت بها هي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أخبر بأنه سوف يفشو الكذب من بعده وسوف يبدأ الناس يطعنون في كلامه. فالصحابة رضي الله عنهم هم الذين جمعوا السنة النبوية وحافظوا عليها وهذبوها وميزوا الصحيح من السقيم من الضعيف وبلغونا الرسالة كما هي. ثم كانوا حريصين على التبليغ: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. من أهم الوظائف التي قام بها الصحابة رضي الله عنهم هي التبليغ، وهي مهنة الأنبياء والمرسلين. طبعا هما كانت عندهم مهن، هناك من عندهم مهن التجارة، مهن الفلاحة، مهن الرعي، مهن النسيج، مهن كثيرة ومتعددة، ولكن هذه المهنة هي لكسب القوت. لكن وظيفته الثانية هي الدعوة إلى الله تعالى، يبلغون هذا الدين. فكانوا يبلغون أوامر الله: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة وجادلهم بالموعظة الحسنة وجادلهم التي أحسن. وأكثر من الدعوة والموعظة كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. كانوا إلى طالما واجهوا إشكالات وواجهوا صعوبات فلم يخافوا ولم يتوانوا، وإنما واجهوا كل مكروه. ولهذا ربنا عز وجل امتدحهم في زمانهم فقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه الآية الكريمة وإن كانت عامة في الأمة الإسلامية جمعاء، لكنها أيضا خاصة بجيل الصحابة في زمانهم نزلت وشهدوا تنزيلها وعملوا بمقتضاها. فكانوا يقومون بواجب الدعوة والتبليغ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يبدأون جهدهم باللسان والكلمة الطيبة، فإذا تعذر عليهم أعطوا ذلك بالمال وبما يملكون من وسائل، فإن تعذر عليهم سلكوا الجهاد بالنفس وغير ذلك، وعملوا على تقويم سلوك الناس. ولهذا كانوا رضي الله عنهم أشد الناس إيمانا ويقينا. ثم إنهم رضي الله عنهم كانوا ينفقون أموالهم دون أن يخشوا الفقر، ينفقونها إما للفقراء والمساكين أو ينفقونها في سبيل الدعوة إلى الإسلام. والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان يعلم بأن رغم كل هذه الفضائل وهذه الكرامات فإنهم سوف يتعرضون للنقد ويتعرضون للتجريح ويتعرضون لاتهامات كبيرة جدا. فكان يقول: أصحابي هم كالنجوم، أيهم اهتديتم اهتديتم، أصحابي كلهم كالنجوم،
الصحابة رضي الله عنهم هناك العبادلة عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وغيرهم الصحابة الكبار أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب، وكان هناك المقرئين كأبي بن كعب وغيرهم، كتر ابن عباس كان مفسر، وكل واحد عنده فضل من الفضائل. فكان يقول أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. لكنه لما علم بأنه ستكون هجمات ضد جيل الصحابة في زمانه أولا ثم بعد وفاته ثم في كل عصر إلى زماننا هذا إلى قيام الساعة، كان يقول صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالله فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد أو ما بلغ مده أو نصفه، ولو ينفق أحدنا مثل أحد حسنات. وجبل أحد وقد تم وزنه الآن بمكيال عصري، وجد فيه تقريبا 700 مليار طن، 700 مليار طن جبل أحد. فقالوا لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ نصف مد أحدهم ولا نصفه، لن تبلغ مد صحابي واحد ولا نصفه ولو أنفقت جبل أحد بكامله ذهبا، فهم مقامهم رفيع عند الله تعالى. لكن تعرضوا للكثير من النقد. أمنا عائشة رضي الله عنها زوج النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لما سمعت هذا النقد سألوها: لماذا ينتقد صحابة رسول الله؟ قالت: وما تعجبون من ذلك؟ إنهم قد أفضوا إلى رحمة الله، لما ماتوا انقطع عنهم العمل، فأحب الله تعالى أن لا يقطع عليهم الأجر. لما ماتوا انقطع عنهم العمل، إذا مات ابن آدم انقطع عمله، ولكن إذا ذكر بالخير زاد حسناته، وإذا ذكر بالسوء وكان بريء من ذلك السوء أخذ من حسنات القائل وضم إليه سيئاته. فأمنا عائشة رضي الله عنها لكان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا نصف دينكم عن هذه الحميراء، كانت تقول: هؤلاء القوم انقطع عنهم العمل فأحب الله تعالى ألا ينقطع عنهم الأجر، فبقي الأجر من سبهم ومن طعن فيهم ومن أساء إليهم فإنه يأخذون من حسناته ويأخذ هو من سيئاتهم. سيدنا عبد الله بن مسعود لما كان يتحدث مع التابعين وكثر القيل والقال على جيل الصحابة قال: أي نعم، لقد عاشرت الصحابة وعاشرت التابعين. قال: أنتم يا معشر التابعين إنكم أكثر صلاة وأكثر صياما وأكثر جهادا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا: أي نعم، هذه شهادة. قال: ولكن هم كانوا خيرا منكم، هم كانوا خيرا منكم. فقالوا له: لما يا ابن مسعود يا أبا عبد الرحمن؟ قال: كانوا أزهد منكم في الدنيا وأرغب منكم في الآخرة، كانوا أزهد منكم في الدنيا وأرغب فيكم الآخرة، لهذا يسمون جيلا قرآنيا فريدا. إذا أردنا أن نتعرف ما الذي وقع في جيل الصحابة بعد الفتنة الكبرى وخرجنا من دائرة الدين إلى دائرة السياسة، وكان هناك الصراع حول من هو أحق بالخلافة، من له الحقية بالحكم. أيام زمان لم يكن هناك منهج سياسي كما هو معاصر، ديمقراطية وانتخابات وتصويت. النظام كان العرب خرجوا من العالم القبلي ودخلوا إلى دنيا جديدة، فوقعت هناك فتن ووقع هناك اختلاف، ومن ثم رأينا ثلاث تيارات. التيار الأول يسمون بالروافض، الرافضة. من هم الرافضة؟ هم الآن من يسمون الشيعة. الرافضة كانوا يعتقدون بأن سموا رافضة يرفضون خلافة أبي بكر وخلافة عمر وخلافة عثمان رضي الله عنهم أجمعين، يرفضونها، بل وإنهم يكفرون جل الصحابة بدعوى أنهم كتموا حديث متعلق بالولاية، بأن الذي ينبغي أن يحكم هو سيدنا علي من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحكموا على أبي بكر وعمر وعثمان بالكفر، ويسمون أبي بكر وعثمان صنمي قريش، وكفروا جميع الصحابة الذين لم يبلغوا حديث المتعلق بالخلافة، يسمى حديث غدير قم، لكن الحديث عند الصحابة غير معروف لكنه ثابت عند أهل الشيعة. ومن ثم
ظهروا بدأوا يقولون لا ولاء إلا ببراء. الآن الشيعة عندهم واحد العقيدة كتقول لا ولاء إلا ببراء. إذا أردت أن توالي أهل بيت رسول الله عليك أن تتبرأ من أبي بكر وعمر، لا ولا إلا ببراء. وهذه كله صيغ ما في الكتاب ولا في السنة، هذا كله كلام وضعه أناس عندهم واحد فكر بشري ناقص وفرقوا به شمل الأمة. ثم بمقابل الرافضة هناك تيار آخر يسمى النواصب. من هم الناصبة؟ الناصبة هم الاتجاه المعاكس للرافضة، وهم يسبون سيدنا علي بن أبي طالب ويبغضون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم الخوارج وغيرهم ينصبون العداوة لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا تيار سبحان الله، ربنا عز وجل خلق تيار مضاد له، وهكذا هي قانون الحياة، كل فعل له رد فعل، موازي له في القوة مضاد له في الاتجاه. والتيار الثالث هو تيار أهل السنة والجماعة، أنهم يوالون كل الصحابة رضي الله عنهم وينزلونهم منازلهم التي يستحقونها، ويقولون بأن الله تعالى رضي الله عنهم أجمعين من غير تفريق، وقال محمد رسول الله والذين معه، والذين معه يعني الأنصار والمهاجرين من غير تفريق، قال بأن محمد رسول الله، محمد رسول الله والذي معه أشد على الكفار رحماء بينهم، رحماء بينهم فيهم الرحمة، تراهم ركعا سجدا فيهم العبادة، ويبتغون وجه الله في العبادة، لا دنيا ولا مناصب سياسية، وإنما يريدون أن يصلوا الحق. حتى قال ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال الاجتهادات التي وقعت في عهد الصحابة لتدبير الشؤن السياسي إما أن يكونوا قد اجتهدوا وأصابوا لهم أجرين، وإذا اجتهدوا فأخطأوا له أجر واحد، وإذا أخطأوا فهم بشر. فلما ندرس الفترة الزمنية اللي كان فيها الصراع على الحكم والسلطة، منها يدخل المستشرقون وأعداء الدين فيطمعون يطعنون في الصحابة رضي الله عنهم، وهم بذلك معذورون لأنه اجتهاد بشري. ولكن الذي وصل هو أن هناك دسائس من خارج البيضة الإسلامية، ووقع هناك جدال ونقاش ثم فتنة كبرى. ما يهمنا أيها الأحباب الكرام نحن في زماننا هذا، وقد ورثنا كل هذا التراث العظيم، ونتردى عن الصحابة لأنهم هم الذين بلغونا القرآن الكريم وأوصلوا إلينا السنة النبوية الشريفة وعلمونا فهم الشريعة الإسلامية الغراء، نحن ما يلزمنا في عصرنا هذا هو أننا نتردى عليهم جميعا. فإذا سمعنا تيار من هنا أو تيار من هناك يطعن في الصحابة لا نأبه له، بل منهج القرآن الكريم الذي تعلمناه من ربنا ماذا علينا أن نقول؟ نقول والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه الآية الكريمة كان الصلحاء وأهل الله إذا اجتمعوا في مجلس ذكر وأرادوا أن ينهوا هذا المجلس كانوا يختمون بها الجلسة. لماذا؟ لأن إبليس حاضر بقوة، إبليس قد يثير العداوة ويثير البغضاء بين أهل الذكر، بين المسلمين، بين الصلحاء. إبليس ذكي، وإبليس عنده قدرة عظيمة على التأثير على بني البشر، يستدرجهم من حيث لا يعلمون. فالصلحاء والمربون كانوا يأمرون بأننا لما ننهي أي مجلس حتى لا يقع فيه اللغط ولا يكثر اللمز والهمز والقيل والقال والطعن، ماذا نقول؟ نرفع أيدنا السماء ونقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هكذا علمنا الله تعالى أننا ندعو للجميع بالرحمة وندعو للجميع بالمغفرة. والله تعالى كان يعلم سبحانه بأن هذه المشاكل غتوقع، قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا، كان يعلم سبحانه وتعالى. الآن إذا أردنا أن ننهي الصراع بين أهل السنة والجماعة وبين أهل الشيعة
وغير من الطوائف، يكفي أننا نتبع هذه الآيات البينات من كلام الله، هذه ما فيها الاجتهاد ولا تأويل ولا يواضحة بينة. لو قرأناها بإمعان وقرأناها بتوأدة لعلمنا بأن كل هذه الاختلافات التي فرقت شمل الأمة الإسلامية هي مصطنعة، هي وليدة صراع وفكر سياسي وممارسة فاشلة، ولا ينبغي أن نأخذها قدوة. نحن قدوتنا هو كتاب الله جل علاه، وقدوتنا سنة النبي المطهرة الصحيحة، وهي مضبوطة الصحيحة. أي نعم هناك سنة ضعيفة وهناك سنة موضوعة وسنة باطلة لا نعبأ بها، نعمل بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو واضح بين لا يحتاج إلى تأويل، لأنه يندمج مع القرآن الكريم، لأن الكتاب والسنة كلاهما يخرجان من مشكاة واحدة. فنحن نذكر هذا الكلام أيها الأحباب الكرام، نريد أن ننبه شبابنا وأبناءنا أنكم إذا رأيتم هذه الطعون أو هذه السباب على جيل الصحابة، فاعلموا بأن حملة ممنهجة قديمة جدا كانت منذ عبد الله بن أبي بن سلول في ذلك الزمن، وتستمر في كل زمن، وعندها ممولين وعندها أجندة معينة، مرة يطعنون في القرآن الكريم، مرة يطعنون في السنة النبوية الشريفة، مرة يطعنون في الصحابة رضي الله عنهم، والآن بدأوا يطعنون في الكعبة. وإذا وقع الطعن في الكعبة قامت القيامة، لأن من علامات الساعة الكبرى أن ينزع الله تعالى الهبة من قلوب الناس، هبة الكعبة. إذا نزعت هذه الهبة وأصبح الناس ينظرون إليها بأن مجرد بيت مبني بالحجارة، اعلم ذلك بأنه أوشكت القيامة والعياذ بالله. نحن علينا أننا نربي في أنفسنا وفي نفوس أبنائنا حب الله تعالى وحب رسوله وحب صحابته، وأننا نتمسك بهذه المقدسات بكتاب الله وبالكعبة المشرفة وبكل ما ورد إلينا صحيحا من عهد الصحابة رضي الله عنهم. فاللهم يا أكرم الأكرمين ارضى عن أصحاب نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم من الأنصار والمهاجرين، اللهم احشرنا معهم يوم الدين، واجمعنا معهم مع سيد الأول والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قولوا جميعا آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.